اهلا 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 بالعسل الصوت. انت عارفه ان الملايكه بيغطوا راسهم؟ يعني حتى لما اسالك عامله ايه تجاوبيني بسؤال. صح، برافو عليكي. فعلا طلعتي بتتكلمي ايه؟ اسمك تاني هو معناه سؤال جميل قوي، برافو عليكي. اشمعنى شكل الصليب؟ المبنى نفسه معمول فتله اللي موجوده جوه الشمعه موجوده في القلب. مره تعمليه بفيره، مره تسرحيه، خلاص. وانا هستنى لو في سؤال تاني المره الجايه واجاوبك عليه. ايوه يا بنتي، عرفت اللي حصل ده. انا من ساعه ما عرفت وانا متضايقه قوي. ازاي يعمل فينا كده؟ أيوة أنا عارفة إن هو بيحبنا كلنا، بس ليه قعد معاهم وهم ما قعدش معانا إحنا؟ طب بصي، أنا هفضل زعلانة حد ما أعرف هو اللي سابني. يلا باي دلوقتي علشان هكلم صحابي في كل شوية. أهلا يا صحابي، إزيكم؟ معلش اتأخرت عليكم، أصل زي ما أنتوا شايفين كان عندي تليفون مهم جداً. انا لازم احكي لكم، مش لازم اخبي عليكم. اصل انا واصحابي متضايقين شويه، اصل سمعنا حاجه في مدارس الاحد خلتنا متضايقين شويه. اصل سمعنا ان بابا يسوع بعد القيامه ما طلعش السما على طول، ده قعد مع التلاميذ 40 يوم. 40 يوم بحالهم، ينفع كده؟ يرضيكوا؟ طب ليه ربنا يسوع ما يفضلش قاعد معانا ونشوفه زيهم ونكلمه وهو يكلمنا؟ ليه ما يبقاش عايش معانا حتى يعرف ليه ربنا يسوع صعد بعد 40 يوم؟ انا راح ادور على اجابة. صعد بعد 40 يوم. هو الأول كان قاعد في 40 يوم دولة كان بيعلم التلاميذ، بعدين لما طلع فوق في السماء كان بيجهز لهم مكان وقال لهم إن هو هيبعت لهم الروح القدس. هو الفترة اللي هو كان قاعدها هو كان بيعلم فيها التلاميذ حاجات حاجات كتير عن الملكوت السماوات وعن حاجات تانية، وقال لهم إن هو لما يطلع هيجهز لنا مكان، وهم كانوا مستنيين إن هو لما يطلع عشان يحل عليهم الروح القدس، علشان يجهز مكان في السماء وتبقى السماء حلوه وجميله، علشان يحضر لنا مكان حلو في السماء. اللي هو تاب علشان هم وقعد 40 يوم عشان يعلمهم حاجات هو اتعلمها، ويخليهم يعني خليهم يتعلموا الحاجات الصح. ومش عارف برضو قال لي إجابة مقنعة، مفيش غير أبونا هو اللي هيقدر يفهمني. ألو يا أبونا، ازاي قدس؟ ميرا، ازايك؟ وحشتيني يا ميرا. قدسك اللي وحشتني قوي قوي. عاملة ايه؟ اخبارك ايه؟ انا تمام، كويسة. تمام ولا تمام بس؟ لا، تمام. احكيلي بقى، ايه اسئلتك الجديدة النهاردة؟ عندي سؤال عن حاجة ومش فهمها. ليه بابا يسوع عمل كده؟ عمل ايه بقى؟ ليه يا بونا بابا يسوع صعد بعد 40 يوم؟ ليه ما يبقاش عايش معانا زي التلاميذ؟ السؤال ده جميل قوي 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 قوي، وعلى فكرة أنا كمان كنت بقعد أسأله لنفسي كتير زمان لما كنت قدك. كنت أقول هو ليه بابا يسوع يسيبنا على الأرض ويطلع في السماء فوق؟ ما كنا فرحانين 33 سنة ونص هو معانا على الأرض، إيه اللي يخليه يطلع ويسيبنا؟ وكنت بستعجب قوي على كنيستنا اللي تخلي الصعود عيد. بقى أنا أعيد بصعود المسيح، أعيد إن المسيح سابني وانا قاعد على الارض وهو يطلع فوق في السماء.
طب أعيد إن المسيح ينزل لنا، أعيد إن المسيح يتولد، أعيد إن المسيح حتى يتصلب، أعيد إن المسيح قام وشفناه قد إيه هو قوي، قم بعد كده هو يسيبنا. الحقيقة إن السؤال ده سؤال حلو جدا، وسؤال خلانا نستمتع أكتر لما ندخل ونفهم من الكنيسة. نمرة واحد، إنه إحنا درسنا في المدرسة حاجة اسمها الجاذبية الأرضية، فاكرها؟ أيوة. الجاذبية الأرضية يعني كل حاجة نسيبها تقع على الأرض، كل حاجة تلزق في الأرض، مفيش حاجة تبقى متعلقة فوق. بابا يسوع بقى قال لنا هعمل لكم حاجة حلوة في الصعود، أنا هخلي الأرض دي ما تجذبنيش، فهتشوفوني وأنا طالع والأرض مش قادرة تشدني. خدوا المفاجأة اللي جاية بقى، أنا أول ما هصعد هجذبكم إلي. يعني في حاجة اسمها الجاذبية السماوية، أول حاجة نتبسط بيها في عيد الصعود إن في حاجة اسمها الجاذبية السماوية. إيه ده؟ يعني إحنا هنطلع فوق للسما زيه؟ برافو عليكي. بابا يسوع صعد فوق بصراحة كده عشان يجهز لنا مكان، أصل البيوت اللي على الأرض دي مش هي البيوت الجميلة، أصل العيشة اللي على الأرض مش هي أحلى عيشة، أصل الجو اللي بنشمه ده مش أحلى جو نشمه. بابا يسوع مجهز لنا فوق في السماء عيشة تانية خالص، حاجة في منتهى الجمال. بس كان لازم علشان يجهز لنا المكان ده كان لازم هو يصعد الأول. بس أنا هقولك على حاجة بقى، صحيح بابا يسوع صعد بس لسه معانا، مش إحنا لما بندخل الكنيسة بنقابله؟ أيوة. ولما بنقرأ في الكتاب المقدس بنسمعه؟ آه. ولما بنقف نصلي بنكلمه؟ أيوة. وعلى المذبح وبنتناول مش بناكله؟ آه. إحنا بصراحة معانا على طول، وكل ما بنبقى في مشوار بيبقى موجود معانا، وكل ما بننام بيحرسنا. بابا يسوع على طول معانا يا ميرة، بابا يسوع ما سبناش، هو صعد للسماء بس برضه ما زال موجود معانا. مش بس كده، الصعود ده يخلينا الحقيقة وقت الصعود بتاع بابا يسوع التلاميذ كلهم وقفوا على الجبل وفضلوا بصين بصين، فهو خلاهم عملوا ازاي بقى يا ميرة؟ طلع بالمنظر ده، هو معانا على الأرض واقف على الجبل والتلاميذ حواليه، ابتدى بابا يسوع يصعد فالتلاميذ يعملوا ايه؟ يروحوا عاملين كده، بعد كده يصعد يروحوا عاملين كده، يصعد لغاية لما وصل للسماء خلاهم واقفين باصين على السماء. فالصعود يعلمنا ان تبقى عينينا دايما موجودة على السماء. مش بس كده، ده كمان عايز يقول لنا زي ما صعدت للسماء هجيلكم تاني من السماء. هتجيلنا تاني؟ يعني هتتولد تاني؟ لا مش هتولد تاني، هاجي بقى في المجيء التاني، المجيء التاني اللي هو المجيء اللي جاي ياخدنا ونطلع كلنا نعيش معاه فوق في السماء. الصعود يا ميرة كمان معناه انه بعد كل قيامة لازم يكون في صعود. احنا في القيامة قمنا من الخطية، قمنا من الموت، طب بعد ما نقوم؟ لا لازم نطلع بقى للسماء. يعني لما ابطل الخطية ابتدي اعيش في الفضائل الحلوة، اعيش في المحبة، اعيش في الغفران، اعيش في خدمتي للناس، اعيش حياة تليق بالسماء. والحقيقة حاجة بقى اخيرة احب اقولها لك، إنه لما نبص على السماء والسماء اتفتحت أخيرا لأن كانت السماء مقفولة قدامنا، دي حاجة تفرحنا وكمان تطمننا على الناس حبايبنا وقرايبنا اللي طلعوا للسماء، إنهم قاعدين فوق مع بابا يسوع. فلما يكون مثلا جده الكبير أو حد من قرايبي طلعوا السماء، ما هم مش في مكان وحش، ما هم مش كمان مع حد وحش، دول موجودين في السماء وموجودين مع بابا يسوع، ودي حاجة بتفرحنا. عشان كده الكنيسة بتعيد بعيد ايه؟ الصعود. برافو عليكي. فهمتي ليه بقى بابا يسوع صعد؟ انا فهمت يا بونا، بس انا كان نفسي اقعد مع ربنا زي التلاميذ. احنا هنشوفه فوق في السماء، وكمان دلوقتي بنشوفه في الايقونات، بنشوفه في الكتاب المقدس، بنشوفه على المذبح واحنا بنتناول، ما احنا بنشوفه وبنلمسه بفمنا كده وابونا بيلمسه بايده. حقيقة المسيح معانا يا بنتي، ولولا ان المسيح معانا ما كانش بقى ده حالنا، ولا كنا نبقى فرحانين بالمنظر ده. لكن هقولك تعالي نفرح بقى ان احنا هنعيش زي ما نعيش وفي الاخر طالعين السماء. السماء اتفتحت يا ميرة، السماء اتفتحت وبابا يسوع دخلها، واحنا طالعين في اماكن فوق لينا، وكل واحد فينا ليه مكان فوق في السماء. وانا بقى من دلوقتي هجهز نفسي عشان اطلع للسماء. انت بنت هايلة،
أنا فرحان بيكي، فرحان بكل حبايبنا اللي قاعدين بيتفرجوا علينا في كوجي. أنتوا ولاد جمال وبنات زي الفل، أنا فرحان بيكم وهستنى السؤال الجاي. أكيد يا بونا. اوعي تتأخري علي. لا يا بونا، أنا معايا أسئلة كتير قوي. وكمان عايز أقول للحبايبنا اللي موجودين معانا كلهم، أي حد عنده سؤال ابعتولنا الأسئلة. اتفقنا؟ اتفقنا يا بونا. باي باي. باي باي. أنا كده تمام فهمت واقتنعت بالإجابة. لو أنتوا عندكم أسئلة تانية ابعتوها على الإيميل ده وأنا هرد عليكم على طول. أقول لكم باي باي بقى. أشوفكم في حلقة جديدة وسؤال جديد، بس استنوني. باي باي.